أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أحد الإخوة يستفسر من سماحتكم عن الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي الإحرام بالحج وأداء مناسكه في أشهر معلومات، هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة. هذه أشهر الحج التي لا يصح الإحرام بالحج إلا فيها، ولا تؤدى المناسك إلا فيها، مناسك الحج. وأما العمرة فهي على مدار العام، وذلك لإتاحة الفرصة لكل مسلم قريب أو بعيد أن يأتي إلى هذا البيت العتيق حاجا ومعتمرا وزائرا، فتتلاقى القلوب قبل الأبدان، ويتعارف المسلمون فيما بينهم، وتقر أعينهم برؤية بعضهم لبعض من أقطار الأرض في عبادة واحدة لرب واحد بأفعال محدودة بحد الشرع، فهي نعمة عظيمة، كرم من الله جل وعلا، وتربية للعباد على طاعة الله وعلى اجتماع القلوب وتآلف الكلمة وتكفير الخطايا والسيئات، ونعم عظيمة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نعم.